والحقيقة المعنى اللي هنقوله النهارده له علاقة بأذية الناس. ما حدش فينا ما توجعش، ما تخبطش خبطتين ثلاثة، ما فيش حد بتخلص حياته من غير ما يكون اتوجع من الناس. انت مش هتقدر توقف أذية الناس، لا يمكن تقدر توقف يعني، لكن تقدر تحمي نفسك من أذية الناس، تقدر تحمي نفسك ان الأذى ما يتحولش لضرر. مش هتعرف توقف أذية الناس، لكن تقدر تبطل مفعول الأذى انه ما يبقاش ضرر. ايه ده؟ يعني ايه ضرر وأذية؟ لا، ما هو في فرق بين كلمة الأذية والضرر. مين قالك ان الكلمتين واحد؟ ده فرق كبير. مش كل أذى بيتحول لضرر. طب الكلام ده موجود في القرآن؟ طبعا موجود في القرآن. الأول موجود في القرآن ان الأذى غير الضرر. ايه ده؟ دي في القرآن؟ اه، لن يضروكم إلا أذى. أنا طول عمري أسمع الآية دي مش فاهم. طب ما هو حصلت الأذية؟ لا، ما هو الأذى غير الضرر. إيه ده؟ إيه ده؟ هي الآية دي في سورة إيه؟ آل عمران. لن يضروكم إلا أذى، الأذى غير الضرر. مش كل إنسان عايز بيأذيك يقدر يضرك. أحياناً الأذى يتحول لفايدة ليك. شتموك فالناس تعاطفت معاك فكسبت أكتر. أنا والله أنا ياما اتخبطت. أنا في حد فضل يشتمني 5 سنين، فكانت النتيجة إن الناس بقت بتسمعني أكتر عشان يشوفوا ده بيتشتم ليه، وبعد كده هو بقى صاحبي. لو أنت نظرت للأذية إنها مؤكدة الحدوث، أنت اللي أذيت نفسك. أما لو نظرت للأذية إنها احتمالية الحدوث، فعندك فرصة إنك تعدل وتكسب. فاهمين الفكرة؟ وكأن الناس نوعين، ناس تستسلم للأذية فتنهار، وناس لا تستسلم للأذية فتبطل مفعول الأذية وتكسب. الحل إيه بقى؟ يعني طب أعمل إيه عشان أبطل؟ شوفوا كلمة، عارف لما تبطل مفعول قنبلة، إزاي أبطل مفعول أذية الناس؟ والله اسمعوا قاعدة النهاردة. القاعدة بتقول إيه؟ ليس كل من يريد أن يؤذيك سيضرك. الأذى فعل احتمالي وليس مؤكد. احمي نفسك من أذية الناس بفعلين: تتقيه فيبطل مفعول الأذى، ثم تحسن فيتحول الأذى لنصر كبير على من أذاك. حلوة القاعدة؟ أنا تعبت على ما كتبتها. ليس كل أذى يتحول إلى ضرر. الأذية فعل احتمالي وليس مؤكد. احمي نفسك من أذية الناس بفعلين: تتقي فيبطل مفعول الأذى، ثم تحسن فيتحول الأذى لنصر كبير على من أذاك. دي القاعدة؟ دي القاعدة. بس مش سهل. هما حاجتين يا عصب: تقوى عشان تبطل المفعول، وبعدين إحسان عشان تحوله لنصر. ليه يعني؟ طب وش معنى يا دكتور الاتنين دول؟ يعني ليه التقوى؟ هي التقوى ايه غير بناء تماسك النفس؟ التقوى بتعمل فيك ايه؟ انا قوي من داخليا، بتقويك داخليا. ليه قوي داخليا؟ لان التقوى بتسد الفجوه بين الظاهر والباطن. طول ما انت عندك فجوه بين ظاهرك وباطنك، بين الكلام اللي بتقوله وبين معتقدك وبين الحاجات اللي بتتصرف فيها، انت متخلخل من جوه، انت مش متماسك. الاذيه توجع، تبوظ، انت جاهز اصلا. لكن لا، أنا التقوى معناها إن اللي جوايا زي اللي بره وقريبين من بعض، وبعوض بالاستغفار. أنت متماسك، الأذية ما توجعش فيك. وبعدين وعد رباني: لو اتقيته يبطل مفعول الأذى. إيه ده؟ هي دي آية في القرآن؟ وعد رباني قرآني. بيقول إيه الوعد؟ بص الآية بتقول لك إيه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكيد هو الإيه؟ الأذية. وشوف جم الاثنين اهم. طب وهي الآية دي جت فين؟ بص قبلها بيقول ايه: ان تمسسكم حسنة تسؤهم، وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. شوف الغل. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى، لان بناء التماسك الداخلي. هنا جبتها لكم من القرآن عشان ما حدش يقول لي طب انت جبت التقوى منين. لا، وبص الآية التانية، كمان آية تانية في نفس الموضوع. أيوة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. مش أذية بس، أذية كتير. وإن تصبروا وتتقوا. إيه ده؟ طب ما هي واضحة.
الله. طب والإحسان ليه بقى؟ ما أنت قلت هما حاجتين. طب والإحسان ليه؟ ما هو الإحسان إنك بتطلع الحلو اللي جواك، عمال تعلى عمال تعلى، واللي عايزين يأذوك مشغولين بأذيتك. وأنت بتعلى وأنت بتعلى، خليكوا، طب خليكوا كويس كويس، خليكوا مشغولين، خليكوا مشغولين، خليكوا بتضيعوا وقتكوا، وأنا عمال أطلع الحلو اللي جوايا. لازم تكسب. أنا ما حطتش التقوى والإحسان عشان عايز أحطهم. أنا حطيت التقوى والإحسان عشان هم الاثنين بيشتغلوا. وكمان عندك ضمان إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، هتكسب. يبقى تقوى زائد إحسان تساوي نجاح كبير وإبطال مفعول الأذية. كلام 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 موافقين عليه؟ ويبقى الأذية غير الضرر، ويبقى الموضوع في إيدك مش في إيد المؤذي.